أعلنت عدة أحزاب تركية أنها ستدعم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية والتي أجريت في مارس الماضي. وأعلن المرشح السابق لحزب السعادة الإسلامي في إسطنبول استعداده للانسحاب لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو. كما دعمت رئيسة حزب الخير التركية ميرال أكشنار والمرقبة المرأة الحديدية دعمها لأوغلو، وذلك في جولة الإعادة يوم 23 من يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها تشعر بالحرج من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لإجباره على السعي لتحقيق الديمقراطية. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية إلى سعي أردوغان لاستعادة إسطنبول عن طريق الخطف والاحتيال.